بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله. مع أول دروس الوحدة الرابعة، وهو طبعا الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين طبعا هم بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقصد بهم طبعا هم الحكام اللي جم بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا نشوف ايه كلمة خلفاء الراشدين جاية منين. خلفاء بيقولوا كده في اللغة، فلان يخلف فلان يعني يجي بعده. طيب وراشدين ان هم ساروا على نفس نهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجي يقول لي ما المقصود بالخلفاء الراشدين او الخلفاء الراشدين الذين جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وتولوا امور المسلمين في دينهم ودنياهم، وساروا على نهج النبي عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهديه واستكملوا مسيرته في بناء الدولة. مين هم الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. النهاردة هنبدأ بالخليفة الأول من الخلفاء المسلمين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إحنا الدرس بتاع النهاردة يعني عايزين نحط فيه بعض المعلومات اللي تنفعنا، اللي ربما يكون الكتاب مقصر فيها شوية، إنما أنت قدام واحد من أعظم البشر بعد الأنبياء وهو أبو بكر الصديق. مين هو أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق اسمه الحقيقي عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي، اللي ولد بعد حادثة الفيل بسنتين وستة أشهر، يعني سنتين ونص، وتولى الخلافة سنتين ونص. يبقى انت كده لما تيجي تشوف ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ها ابو بكر الصديق، هتلاقي ابو بكر الصديق صاحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اتولى الحكم بعد وفاه سيدنا النبي على طول، وعاش بعد سيدنا النبي بسنتين ونص، وهو اتولد بعد سيدنا النبي بسنتين ونص. معنى كده ايه؟ انه حياته 63 سنه زي سيدنا النبي على طول. أبو بكر الصديق زي ما قلنا هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، ده بشهادة مين؟ بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا نتعرف على حياة أبو بكر الصديق قبل الإسلام. أبو بكر الصديق كان يعمل بالتجارة، وكان تاجرا أمينا ذا مال وفير. عرف عنه الصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والمساكين والتواضع والبساطة ولين القلب. كان محبوب من الناس، مترفع عن عادات الجاهلية، لم يشرب خمرا قط. ارتبط اسمه بالرسول عليه الصلاة والسلام. على فكرة بمناسبة لم يشرب خمر دي، قيل إن أربعة لم يشربوا الخمر قبل الإسلام. أربعة لم يشربوا الخمر قبل الإسلام. مين هم؟ أولهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وثم أبو بكر الصديق، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. قيل إن الأربعة دول لم يذوقوا طعم الخمر أبداً. كان أبو بكر الصديق محبوبا من الناس، مترفعا عن عادات الجاهلية. بالك كان من أهل الرأي والمشورة في عند قريش، يعني كانت له مكانة كبيرة عند قريش. طيب حياته بعد الإسلام. أبو بكر الصديق لم يتردد في دخول الإسلام عندما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام. وعند إسلامه في قصة مشهورة ان سيدنا ابو بكر في اول يوم نزلت فيه الرساله على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ومجرد ما الرسول بيعرض عليه الاسلام قال يا ابا بكر انزل علي وحي واخبرني ورق ابن نوفل اني رسول الله، من اول كلمه فاذا بابو بكر الصديق يعلنها صريحه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاصبح اول من اسلم من الرجال. قدم نفسه وماله واسرته وكل ما يملك في سبيل الدين الاسلامي. ازاي الكلام ده؟ انت ناسي ان ابو بكر كان صاحبا للنبي في الهجره؟ ادي بنفسه. انت ناسي ان ابو بكر الصديق انفق امواله يشتري في الفقراء والارقاء والعبيد يفديهم؟ انت ناسي ان ابو بكر كانت بنته اسماء اللي بتجيب الطعام للرسول وابو بكر في الغار، وكمان ابنه عبد الله اللي كان بيتتبع اخبار المشركين ويجيبها لهم في الغار؟ انت ناسي كمان حتى الراعي اللي كان بيرعى الاغنام حول الغار كان عامر بن فهيره، وكان عاملا وخادما عند ابي بكر الصديق. اذا قدم نفسه وماله واسرته وكل ما يملك في سبيل الدين الاسلامي. خرج ابو بكر داعيا ومجاهدا، اسلم على ايده كتير من الصحابه. ولما
جهر الرسول بالدعوة، أبو بكر خطب خطبة عند الكعبة، تحمل الأذى أذى المشركين. ولذلك بيجي هنا سؤال في منتهى الأهمية، يقول لك بما تفسر يسمى أبو بكر أو يطلق على أبو بكر الصديق أول خطيب في الإسلام؟ أقول لأن لما جهر النبي بالدعوة خطب أبو بكر عند الكعبة وتحمل أذى المشركين، أنفق معظم أمواله على فقراء المسلمين، يعطي المحتاج ويحرر العبيد، شارك في جميع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله إماما في الصلاة أثناء مرضه، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنه. بالإضافة بقى يا شباب في الجزئية دي بالذات، يعني احنا نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين، هل يجوز ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو موجود حد يصلي بالمسلمين إمام والرسول موجود؟ أكيد لا، هذا لم يحدث أبدا إلا مع أبي بكر الصديق قبل وفاة النبي بيوم واحد، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إماما للمسلمين والنبي مأموم. طبعا ده إن دل فإنما يدل على مكانة أبو بكر الصديق الكبيرة في الإسلام. أبو بكر خليفة للمسلمين، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لم يتحملوا الخبر، منهم سيدنا عمر اللي حمل السيف وقال إن محمدا، من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، لا يقول إن الرسول مات هقتله. ولكن أبو بكر هنا بقى بيظهر معدن الرجال، الناس اللي بتتحمل الرجال في المواقف الصعبة. أبو بكر الصديق خرج وهو يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ أبو بكر الصديق قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الصحابة الآية ديت ده نزلت بعد غزوة أحد، وكأن الصحابة نسيوا هذه الآية أن الرسول بشر وقد يموت مثل باقي البشر. لما سيدنا أبو بكر قرأ الآية وقال هذه المقولة، بدأت الناس تهدى وبدأت الناس تتقبل الأمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا العملاق اللي زي ما بقول لك بتظهر معادن الرجال في هذه المواقف الصعبة، كيف اختار المسلمون أبا بكر الصديق خليفة لهم. هلأ إن اختيار أبو بكر تم عن طريقتين، في بيعة عامة وبيعة خاصة. نبدأ بالبيعة الخاصة. لما الأنصار علموا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا في سقيفة بني سعيد. سقيفة بني سعيد أوضة من الخشب كده موجودة خارج يثرب، كان الأنصار بيجتمعوا فيها للأمور الهامة، واختاروا خليفة. خد بالك بقى اختاروا مين، اختاروا خليفة من الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. المهاجرين لما عرفوا الكلام ده انضم لهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وكان سيدنا أظن سيدنا سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح انضموا للأنصار، ودارت مفاوضات ومشاورات في جو من الحب والود والشورى، واتفقوا في النهاية على اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين، ودي سموها البيعة الخاصة. طب ليه بيعة خاصة؟ لأن هنا بعض المسلمين بس اللي اختار أبو بكر الصديق، تمام؟ طيب أمال البيعة العامة بقى دي تمت في المسجد لما سيدنا أبو بكر، تم الاختيار كده في الأول على سيدنا أبو بكر، ثم اتجه الجميع للمسجد وصعد أبو بكر الصديق المنبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وألقى خطبة، والخطبة موجودة في جزء التدريبات بيبين فيها المنهج اللي هيسير عليه. طب يا ترى المنهج إيه؟ المنهج أنه متبع لمنهج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وليس بمبتدع. يبقى أبو بكر الصديق اختار أنه هيسير على نفس سياسة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا السؤال، طب ليه أبو بكر الصديق بالذات؟ بما تفسر اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين؟ بص كده، أبو بكر الصديق في شروط توفرت فيه مش موجودة في كتير من الصحابة. بمعنى أبو بكر الصديق كان أكبر الصحابة سنًا. أبو بكر الصديق أكبر الصحابة سنًا. طب ركز معايا، قد بعض الناس يقولوا إيه؟ يا مستر فيه كانوا ناس أكبر من سيدنا أبو بكر في السن. في ناس كانوا أكبر من سيدنا أبو بكر في السن، أقول فعلًا كان عددهم قليل، ولكن قرب أبو بكر من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أولًا
قربه من سيدنا النبي مع عامل السن اللي هو قريب جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أضف بقى لأسبقيته في دخول الإسلام. أنا قلت لك إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم إمتى؟ أسلم في اليوم الأول للبعثة. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، المؤرخين بيقولوا إن الرسالة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فجر الاثنين، أبو بكر الصديق كان صبح الاثنين أسلم. طيب أبو بكر جاهد بنفسه وماله وأسرته وكل ما يملك في سبيل نشر الإسلام، وأنا لسه قايل لك من شوية أبو بكر جاهد بنفسه، كان مع النبي في الغار بماله. شفنا الخادم اللي عنده عامر بن فهيرة يرعى حول الغار، وشفنا أولاده أسماء وعبد الله إزاي كانوا بيجمعوا، إزاي كان اللي بيجمع أخبار واللي كان بيعطي الطعام للنبي وسيدنا أبو بكر في الغار. كمان أبو بكر الصديق كان محبوبا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان محبوبا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جعله إماما للمسلمين أثناء مرضه. وأنا قلت لك كمان إيه، إن الرسول صلى مأموما خلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كمان كان رفيق الرسول في رحلة الهجرة إلى يثرب. إذن كل هذه أسباب جعلت أبو بكر الصديق يتم اختياره خليفة للمسلمين. طيب ما هي أهم أعمال أبو بكر؟ هنجد أن أبو بكر الصديق له أعمال رائعة، مثلا زي إرسال جيش أسامة ابن زيد، ثم قتال المرتدين، ثم جمع القرآن ونشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. أولا إرسال جيش أسامة ابن زيد لحرب الروم، أول عمل حقيقة قام بسيدنا أبو بكر هو إرسال جيش أسامة ابن زيد لمحاربة الروم. والحقيقة أن الجيش ده كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ولى أسامة قائدا عليه، وبدأ تجميع الجيش خارج المدينة وإعداده لمقاتلة الروم. الكلام ده قبل وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج الجيش. فبدأ بعض الصحابة ينصحوا سيدنا أبو بكر، يا خليفة رسول الله، طب أسامة ده ولد لسه شاب صغير 17 18 سنة، ممكن يعين قائد بداله. ولكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيضرب لنا المثل، يقول إزاي يوليه الرسول وأنا أعزله؟ فسيدنا أبو بكر صمم إن لازم يبعث الجيش، ها، وكمان بقيادة أسامة، ويخرج أبو بكر الصديق ماشيا وأسامة راكب. يا سلام على الأخلاق، والجيش بيتحرك وأسامة راكب وأبو بكر ماشي على رجليه، وأسامة يقول له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أمشي، ما ينفعش أنت ماشي وأنا راكب. ولكن أخلاقيات الإسلام وتواضع الخليفة اللي احنا نتكلم عليه بعد شوية، أبو بكر يقول له إيه، خليك على وضعك وأنا خليني على وضعي. ثم عاد الجيش بعد 40 يوم سالما غانما عشان ينضم لجيوش المسلمين اللي بتحارب المرتدين. من أهم أعمال أبو بكر الصديق أيضا محاربة المرتدين. بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت بعض القبائل عن الإسلام، بعضها امتنع عن دفع الزكاة، والبعض الآخر ادعى النبوة زي مسيلمة الكذاب. طب أبو بكر الصديق موقفه إيه؟ هجد إن أبو بكر الصديق اتخذ موقف حاسم، فأرسل عددا كبيرا من الجيوش بقيادة الصحابة رضوان الله عليهم عشان يحاربوا هؤلاء المرتدين ويحافظوا على وحدة الدولة الإسلامية. ونجحت الجيوش الإسلامية فعلا، وعادت القبائل إلى عادت القبائل المرتدة إلى الإسلام مرة أخرى. إنما في حرب المرتدين، خد بالك إن دي أول المعارك بعد وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كانت الجيوش الإسلامية في عهد سيدنا النبي يلتزمون بالأخلاقيات المثالية، أقول طبعاً ده بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مات النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر خليفة للمسلمين، نجد بقى يا سلام على النصائح اللي توزن بكلام من ذهب. أبو بكر الصديق يقول لأسامة، ويقول بعد ذلك لقادة الجيوش اللي تحارب المرتدين، لا تهدموا البيوت أو المعابد، لا تحرق زرعا ولا تقطع نخلا، لا تقتل شيخا أو طفلا أو امرأة، لا تغير على العدو ليلا حتى لا تروع النساء أو الأطفال، لا تتعرض للرهبان المتفرغين للعبادة في الصوامع. شفتوا أخلاق أعظم من كده؟ شفتوا
احترام لحقوق البشر وحقوق الإنسان بهذا الشكل. ثم جاء العمل الثالث وهو جمع القرآن. هجد أن أبو بكر الصديق أمر بجمع القرآن في مصحف، أو جمع القرآن، والقرآن كان عبارة عن آيات مكتوبة على أوراق مختلفة أو قطع من الجلد، ما كانش مجمع. إحنا المسلمين حافظين القرآن أكثر من حفظهم لأسمائهم، ولكن ما كانش مكتوب، ما كانش مكتوب في مصحف زي ما هو موجود في وقتنا. وهنجد أن مع استشهاد عدد كثير من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدين، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن، وسيدنا أبو بكر أمر زيد بن ثابت اللي هو كان أحد كتاب الوحي بجمعه ممن يحفظه، وتم وضعه في صحائف. هنا بيجي سؤالين يا جماعة مهمين جدا: ما النتائج المترتبة على استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدين؟ أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق بجمع القرآن في مصحف واحد. يجي السؤال: بما تفسر أشار عمر على أبو بكر بجمع القرآن؟ هقول أشار عمر ليه؟ هقول بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدين. من الأعمال العظيمة اللي تمت في عهد سيدنا أبو بكر هو نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. والحقيقة أن مع استقرار الدولة والقضاء على المرتدين، فكر سيدنا أبو بكر أن هو ينشر الإسلام خارج شبه الجزيرة ويأمن حدود الدولة، فأرسل جيوشا إلى بلاد الشام وإلى بلاد العراق كانت كالتالي. فهنجد في البداية أن سيدنا أبو بكر أرسل خالد بن الوليد إلى بلاد العراق، أبو عبيدة بن الجراح إلى حمص بشمال بلاد الشام، يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق في وسط بلاد الشام، شرحبيل بن حسنة إلى بلاد الأردن، وعمرو بن العاص إلى القدس أي في فلسطين. وزي ما أنت شايف كده الخريطة اللي قدامك دي. طيب هلجت أن خالد بن الوليد في أشهر قليلة جدا قدر أنه يفتح أكثر من نص بلاد العراق. والحقيقة أن خالد لم يجبر أحد على دخول الإسلام. الجيوش المسلمين الأربعة اللي كانت في الشام كانت تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح. سيدنا أبو بكر أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه يتوجه إلى بلاد الشام ويتولى القيادة العامة لجيش المسلمين، ونجح خالد بن الوليد في الانتصار على الروم. وفي هذه الأوقات توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان عمره 63 سنة. وكان أبو بكر طبعا زي ما اتفقنا أنه كان في نفس سن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.